صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الإنابة في الحج والعمرة عن المريض والعاجز؟ إذا كان المرض يقعده عن السفر ولا يستطيع السفر، أو العجز الكبر لا يستطيع معه الثبات على المركوب، فيناب عنه في الفريضة. أما إذا كان لا يمنعه من الركوب فإنه يحج بنفسه ويطاف ويسعى به محمولا. وأما بقية المناسك فيؤديها في عرفة، في مزدلفة، في منى، لأنه مطلوب منه الوجود في هذه الأمكنة فقط. ورمي الجمار يوكل من يرمي عنه. نعم.